السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الخلق مفتقرون إلى ربهم في جلب منافعهم ودفع مضارهم لإصلاح دينهم ودنياهم، وكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله جل وعلا. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. والافتقار إلى الله جل وعلا بالدعاء هو عين الغنى ولب العبادة ومقصودها الأعظم. والله جل وعلا يحب أن يسأله العباد جميع حاجاتهم، ففي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم،
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، رواه مسلم. فالدعاء روضة القلب وجنة الدنيا، غير مقيد بمكان ولا زمان ولا حال، نفعه يلحق الأحياء في دنياهم والأموات في لحودهم، أو ولد صالح يدعو له. الدعاء يكشف بفضل الله جل وعلا البلايا والمصائب، ويمنع وقوع العذاب والهلاك، وهو سلاح المؤمن، لا شيء أكرم على الله منه. ما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثله. كفاه شرفا، كفاه شرفا قرب العبد من الله حال الدعاء. وإذا سألك عبادي فإني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء يقطع الطمع مما في أيدي الناس. الداعي موفور الكرامة، مهاب الخباب، وكلما اشتد الإخلاص وقوي الرجاء كلما كانت الإجابة أحرى. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من جمع الله قلبه في الدعاء لم يرد. فأطب مطعمك، فأطب مطعمك ومشربك، وتعفف عن الشبهات، وقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، ونادي ربك بقلب حاضر بصوت خافت. فها هو زكريا عليه السلام، قال الله عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فاستجاب الله له ورزقه يحيى نبيا. وتخير في دعائك والثناء على ربك أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها، وتحر من الأوقات الفاضلة والأحوال الصالحة أرجاها، كالسجود ووقت السحر وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة وغيرها. وإذا دعوت فاستكثر من الخير في دعائك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، رواه البخاري. وتجنب الدعاء على أهلك ونفسك ومالك ورزقك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. ولا تستبطئ الإجابة، وألح على الله في المسألة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو على رعل وذكوان شهرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردها صفرا. فادعو ربك الأكرم، وألق نفسك بين يديه،
وسلم الأمر كله إليه، فأظهر أيها الداعي الشكوى إلى الله والافتقار إليه، فهو جابر المنكسرين وإله المستضعفين. يقول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهو جل وعلا صاحب كل نجوى وسامع كل شكوى وكاشف كل بلوى، يده سبحانه ملأى لا تغيضها نفقة، ما أمل تعالى لنائبة فخيبها، وما رجي لعظيم فقطعها، لا يؤمل لكشف الشدائد سواه، بيده مفاتيح الخزائن، بابه مفتوح لمن دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلازم الطلب، فالمعطي كريم والكاشف قدير، ومن يكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأصحاب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا قوي يا متين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.